وبناء على الفصل 87 من الدستور الان يعني جميع الامانه العامه الحكوميه هي عضو في المجلس الحكومي. وملي كنقولوا عضو في المجلس الحكومي يعني هي تحت رئاسه رئيس الحكومه. يعني ما يمكنناش الان بعد دستور 2011 اليوم في المغرب بعد دستور 2011 نهضروا على شي حاجه سميتها وزاره السياده. هو وكيف ما كان وكنشار ليها السيد رئيس الحكومه في عده مناسبات ان القطاعات كلها فهو هي تحت مسؤوليته، وان رئيس الحكومه هو الذي اعطى يعني التشكيله الحكوميه الان، يعني هي فهي تحت مسؤوليه رئيس الحكومه. هو بالطبع يعني الان احنا كيف ما قلنا باقين في بدايه المرحله من اجل الانتقال الديمقراطي اللي نطمحوا ليه اننا نوصلوا للحظه ان غادي يكونوا المناصب يعني الوزاريه ولا يعني جميع الوزارات تكون بمناصب سياسيه لاحزاب سياسيه اللي كتخوض واحد العمليه ديمقراطيه انتخابيه من اجل برنامج من اجل تحقيق واحد البرنامج في القطاع ديالها.